اهلا اهلا، معكم مها من قناه مهز دايري. الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. فيديو النهارده واو، وصلتني هديتين من ديور غير متوقعه، فخليكم معايا. قبل ما نبدا يا حلوين، لو متحمسين للفيديو دوت ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو من فيديوهاتي. فخلينا نبدا. اوكي، قبل ما اوريكم ايه هما الهديتين، خليني اوريكم ايه اخر حاجه اشتريتها من ديور. اشتريت الست بتاعت الكابتشر توتيل بتاعت الهوليدي، جايه بالشكل ده. اوكي، وده شكلها من ورا. هي عباره عن باوتش وفيها 3 برودكتس من السكين كير بتاع ديور اللي هو الكابتشر توتيل. سو ده شكل الباوتش يا بنات، شوفوا بتيجي كده ابيض مخمل، اكيد ده شكلها من ورا. والسوسته بتاعتها كده ذهبي ومكتوب عليها سي دي، زيها بالظبط بتاعه الهوليداي بتاعه السنه اللي فاتت اللي هي 2022، اللي هي لونها كحلي. والست دي بيجي فيها 3 برودكتس زي ما قلت لكم، واول حاجه فيهم اللي هي من الكاتشر توتيل سوبر بوتنت سيرم، السيرم الخيالي السحري اللي بجد مع الاستمرار هتلاحظي الفرق في وشك حرفيا. طبعا ده الفيرجن القديم، في من هم مغيرين الفورمولا بتاعته وريته لكم قبل كده. والحاجه الثانيه جاي الاي كريم برضو من نفس اللاين اللي هو الكاتشر توتيل، كده شكله. معروف طبعا دايما الاي كريم بيبقى حجم صغير لانه ما بتستخدميش كميه كبيره، يعني يا دوبك بس تحت العين وخلاص. صراحه انا كمان بحط منه على جفني، يعني مش بس تحت العين. والبرودكت الاخير اللي هو من الكابتشر توتيل سيل انرجي كريم فول سايز، ده كمان كان عندي ومخلصاه. ده فيس كريم، ده مش للجسم. يعني كل البرودكتس اللي وريتها لكم من شويه كلها للوش. فهي دي الحاجه اللي اشتريتها. اوكي، بعد كده الهديتين. الهديه الاولى جايه في الكيس ده تبع الهوليداي برضو، والهديه دي بمناسبه ان انا دخلت الكاتيجوري جولد من ديور. طبعا انا داخله الاعلى من الجولد اللي هي اسمها ايه، بلاتينيوم اعتقد، بلاتينيوم ولا بريميوم حاجه زي كده، نسيت. هي عندي من فتره يعني، بس يعني كنت مشغوله شويه انا اصورها لكم، ف جايه كده. اوكي، انا اوريدي فتحتها طبعا عشان اشوف ايه هي. ده شكلها، وهي يا بنات شمعتين من ديور طبعا ميني سايز. اوكي، الشمعة الاولانية اللي هي 30 مونتين، 30 مونتين اللي هي الشمعة بتاعت جري ديور، حجم صغير جدا يعني شايفين حجم قد ايه. فده هو شكلها، ولونها من جوه كده ازرق مدري بترولي. والشمعة التانية اسمها ذوس مونتيوس، اعتقد نطقت الاسم صح، وهو ده شكلها. خليني اشمها، دي ما شمتهاش. واو بجد واو. فالشمعتين حجم ميني، خيالي الحجم اساسا، كيوت قوي بجد. بصوا الحجم قد ايه. طبعا الهديه دي بمناسبه الليالتي بروجرام اللي اتكلمت عنه قبل كده. اللي ما شافش الفيديو دوت هحطه لكم هنا وفي الديسكربشن بوكس، للي عايز يعرف اكتر ازاي ياخد الهدايا دي عن طريق الليالتي بروجرام او في طرق تانية برضو اتكلمت عليها كلها. طيب الهديه اللي بعد كده، علشان دخلت الكاتيجوري الاخيره او الاعلى كاتيجوري اللي هي بريميوم بتاعه ديور، بريميوم او بلاتينيوم مش متاكده، هتاكد واكتب لكم هنا احسن. والهديه دي يعني من قبل ما يعملوا اللويالتي بروجرام عندنا في الميدل ايست، وانا هموت عليها، هتجنن عليها حرفيا. لانه معلش انا بحط مقدمات كتيره، لما تشوفوا هتعرفوا انا بتكلم على ايه. لدرجه ان انا كنت خلاص عايزه اشتريها من على اي باي. اي باي هو موقع اونلاين امريكي، ممكن ناس بتبيع فيه اي حاجه، اي حاجه هم عايزينها يعني عادي، في حتى اونلاين شوبس فيه. فناس بتاخد الهدايا دي زي كده ومثلا شايفين انهم مش محتاجينها فبيروحوا يبيعوها، بس لان كنت شايفه السعر مبالغ فيه
في نهاية واخدها هدية يعني، فليه تروح تبيعها بألف وبألفين وبتلاتلاف درهم أو ريال؟ سعر كان أوفر الصراحة، بس صبري جه في محله لأنه فعليا فعليا روعة. المهم جاية في الكيس عادي زي دوت. خليني احكي لكم اللي حصل الاول. انا شيكت على الموقع في الاكاونت بتاعي في الموقع تبع dior.com الاماراتي اكيد، لان زي ما قلت لكم اللويالتي بروجرام موجود بس في الامارات، في الشرق الاوسط. صراحة مش متأكدة اذا هو موجود في مصر او في تونس المغرب، معرفش صراحة، بس في بنات اكدولي ان هو مش موجود في السعودية ولا في البحرين ولا في الكويت، فموجود بس في الامارات ومش موجود في قطر. انا باكد لكم دوت لانه انا عايشه بقطر برضو، بين قطر وبين الامارات. لما شيكت على الموقع في الاكاونت بتاعي كان طالع تو جيفتس، يعني يا اما دي او دي، اوكي. فواحده منهم اللي هي معايا دلوقتي، الثانيه كانت نوت بوك. النوت بوك بتاعت التوارجوي حط لكم صورتها هنا، هي حلوه اوكي، بس عندي نوت بوكس، لا انا عايزه دي، انا عايزه دي. وده كان لما تاكدت مع الموظفه اللي انا بتعامل معاها دايما في ديور في ابو ظبي، فقلت خليني اشوف في فرع تاني. فاتصلت بفرع تاني وقلت لهم انه انا مفروض طلع لي في الاكونت بتاعي ان انا عندي الويلكم جيفت بتاعه البريميوم بريميوم ليفل، فايه الهدايا اللي عندك؟ فقال لي هاي هديه كتير حلوه مدام، هتعجبك كتير، بس تفضلي عنها. قلت له لا، قول لي الاول، علشان انا كلمت الفرع تبع ابو ظبي وقال لي اللي موجود عندهم النوت بوك، وانا مش عايزه النوت بوك، فهي نوت بوك ولا الحاجه التانية؟ قال لي لا الحاجه التانية. قلت له طيب خلاص النهارده جاي اخدها. فما صدقت، ركض على طول على هناك واخدتها، هي جايه في البوكس كده. اوكي، اوه الحماس الحماس، انتوا مش متخيلين. او ماي جاد، وقعت في غرامها من قبل ما اشوفها، وبعد ما شفتها وقعت في غرامها اكتر واكتر واكتر. فانتوا مش متخيلين انا مستنيه قد ايه عشان اصور الفيديو دوت عشان استخدمها. فجاي معاها كده تو بوكلتس، اوكي كاتبين معلومات عن الهديه وحاجات زي كده، بس البوكلت لوحده شكله حلو قوي. معلش طولت، بس ترى ايه رايكم؟ او ماي جاد، شوفوا، خليني نطلع حاجة حاجة. أول حاجة وهي فول سايز من الكابتشر توتال اسنس لوشن، ده فول سايز ليترلي، شوفوا مكتوب عليه فيس لوشن من ورا، مكتوب عليه كده. دي بلاستيك ولا ازاز؟ لا بلاستيك. اوكي انا ده ما جربتوش قبل كده الصراحة، فما اعرفش حلو مش حلو. ريحة البرودكتس بتاعت الكابتشر توتال قوي. والحاجة بقى اللي انا مش قادرة استنى عشان استخدمها، وهي ووتر بوتل او ازازة المية بتاعت ديور، بتيجي من هنا. كل ده ازاز لكن ده كله رابر، ومن تحت مكتوب عليها سي دي، ومن فوق الغطاء مرسوم عليه النجمة او الايكونيك شيب بتاع ديور. اوكي ده بلاستيك على فكرة، ده بلاستيك لكن ده كله رابر، وهي ازازة مية. واو واو بجد، ديور كل سنة بيبدعوا فعليا، بيبدعوا بشكل يمكن تتخيلوه بالهدايا بتاعت اللويالتي بروجرام، حتى مش اللويالتي بروجرام، الهدايا العادية اللي بيدوها للناس. بجد من احلى الهدايا اللي استلمتها في حياتي من اي براند. شانيل عندهم كمان حاجات حلوة لكن مش زي ديور ابدا ابدا. بس الصراحة مش عارفة كام ملي ديت، استنوا كده يمكن مكتوب هنا. لا اللوشن هو 12 ملي، دي ورقة اللوشن. anyways اعتقد ممكن تكون لتر او 500 ملي، مش عارفة، بس هي حجمها كبير يعني. يعني شوفوا مقارنة بايدي اهو، ضفري من فوق لحد هنا، خيالية والله، من احلى فعليا الهدايا اللي جاتني من ديور قبل كده. وبس كده حلوين، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم الفيديو واستمتعتم معايا. فلو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع اصحابكم وسبسكرايب لو اول مرة تشوفوني. باي باي.